ولا تجزئ للأوراء البين أورها ولا الأرجاء البين أرجها ولا المريضة التي لا سهم لها ولا تجزئ الدهية بهامل كما وضعه العلماء أو ده البيان وأن يصبح الرجل بيده إن أحسن الزبه كما فعله سيد البشر وإلا وكل من يصبح عنه وحدر ولا يجوز بيع الجلد ولا أعطاؤه أجرة للجزار وأفضل أن يجعلها ثلاثة أقسام إن أراد الجميع بين الأكل والصدقة والهدايا من غير انكسار وليقول الزابي إذا أصبح أن يصبح بسم الله الله أكبر اللهم إن هذا منك وإليك فتقبله مني كما تقبلته من إبراهيم خليلك ومحمد عبدك ورسولك أول وقتها إذا مدى قدر ركعتين وخطبتين من طلوع الشمس اليوم الأزهر فمن زبها قبل ذلك يريد الزبها ولا يؤذر وآخر وقتها يومان بعد هذا اليوم عند أبي حنيفة وأحمد ومالك وعند إمامنا الشافعي إلى آخر أيام التشريق الثلاثة انتهاء جاء في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دحى بكبسين عقرنين عملحين ذبحهما بيده الشريفة وروي أنه لما ذبح الأول قال بسم الله الله أكبر اللهم إن هذا المحب